مباراة سوبر افريقيا التشكيل المتوقع واللي سألتك فيه، ونطلع بقى الكورسات بقى والحاجات اللي عمالين نذاكرها دي. ما هي مش موضوع كورسات قوي، هي بتبقى خبرات الملعب اكتر من الكورسات. العلم تاخد منه 30% وخبراتك تكمل فيها المواقف صح اللي انت نفذتها، الحاجات اللي انت نفذتها. اه طبعا انت نفذت، غير ان انت ماتش النادي الاهلي السوبر، انا كان بالنسبه لي كنادي الزمالك احنا ابدا بنبص لكذا حاجه، للمواجهه، لعيبه جديده، فاهم، بنلاعب مين، فاهم، مارسيل كولر بيلعب ازاي، فاهم قصدي. هلعب صبحي، صبحي عمر جابر، مسلوسي، حسام، بنتايك. ليه مش حمدي؟ حمدي لعيب كويس قوي، حمدي يعني انا شفت حمدي وتابعت حمدي في نادي انبي، الاحسن حاجه بتطلع منه في الناحيه الهجوميه، اللي هي مثلا بتلعب وينج او بتلعب 8 او بتلعب تحت الفيرود، المكان ده بيعملها كويس قوي، عنده مرونه خططيه كويسه، عنده ثقه بنفسه، بيعرف يستلم تحت ضغط، ما بيخافش، بيشوط، رجليه مظبوطه، بيعرف يعمل كروس. بس انا بتكلم انك بتلعب، انت بتتكلم كتجانس مع حسام عبد المجيد، وانت اتكلمت معاه وجادلتني في دي. انا برضو ببص لها حته، حمدي عارف يعني ايه زمالك اهلي سوبر افريقيا، بنتايك اول مباراه ليه هي ما مش هتفرق بالنسبه لي، من هو عارف جواه ولا يعني مش عارف كلاعب الملعب، كملعب. انا فاهمك هيعمل عامل حساب. لا هو بنتايك انت كوضع بتفاصيل اللي انا شفتها وتابعتها الماتشاته الفيديوهات بتاعته سوري، لا يلعب يقف ويبقى ثابت مفيش مشكله، يقدر يقف عادي مش مشكله. انا بتكلم ان حمدي المهام الدفاعيه بتاعته قليله شويه، ومع النادي الاهلي هو النادي الاهلي هي كولر بيحب ان هو يبدا هيعمل الكومباكت في نص الملعب، اللي هيطلع لك يضغط مع الناس اللي قدام هو امام عاشور، بيرستاو او حسين الشحات، معظم الوقت هو في الماتش بيخلوهم من تحت ما بيخلوهمش من قدام. عايزين لو مساحات، ماتش عايزين جامد، يستلموا. لو ماتش جامد لا هو بيضغط على الفرقه التانيه. لو انت بتبيلد بقى عندنا النادي الزمالك، هو بيخلي امام بيضغط من تحت وسام، وعندك حسين الشحات جاب الباك رايت عمر جابر مثلا ان شاء الله لو لعب، والناحيه التانيه الباك ليفت بنتايك هيضغط عليه مثلا بيرسيتي بيرستاو، وهيرجع معاه لحد تحت مان تو مان. هنا بيستنى، بيسيب المساكين عندنا حضروا، وسام يدي سايد، امام عاشور بيبقى في نص الملعب عادي، تلاقي فجاه راح طالع. هنا هتبقى الموضوع، انت لو قدرت تكسر خط الضغط ده خلاص عندك الموضوع مساحات ورا، حليت بقى، خلاص الموضوع انتهى. دول الاربعه اللي ورا تمام قدامهم. بس قبل ما تقول قدامهم، جوزيه جوميز دايما بيميل زي مباراه الكاس ان يلعب بناصر ماهر وعبد الله السعيد، الاثنين ما بيحبش يخرجهم بره الملعب، وجودهم في خط الوسط بيعمل ركه. ناصر ماهر هو اللي ادى اسيست للجزيري لو تفتكر في المباراه اللي كسبنا فيها الاخيره، وكابتن عبد الله طبعا كان باصاته بتسحب مع لعيبه وحركته في الملعب بتفرق. بعد كل اللي انا قلته ده بقى اركنه خالص، ماشي تلعب مين في نص الملعب؟ ما انا هقول رايي، فاهمك. هلعب طبعا انا بس قلت ناصر، المح انت كده. صح، لا عادي بيعملوها كويس وهو كابتن عبد الله بيحب كده. والمثلثات، كابتن عبد الله مع ناصر عندهم السنس طبعا، وحط زيزو ومصطفى وشيكا، في تفاصيل كتير من اللعيبه موجوده تقدر تنفذ فكر الجومش ان هو في الكره الحديثه يلعب ما بين الخطوط ويجمع، والتفاصيل ده هنعرف نعملها. بس انت عندك خصم، لازم انت عندك خصم برضه تحترم. لازم تفكر لده، ان الخصم لما بيضغط او بيقطع الكره في التحولات انت عايز حد يدافع مع دونجا، صح، فانا لازم اوقف شحاته البوكس تو بوكس، وايفن لو لعبته لعبت 2-6 وقدامه الكابتن عبد الله وده مش هيحصل، هو يلعب عادي دونجا والكابتن عبد الله شمال وشحاته يمين. لا ناصر مش هيستارت، ما ده اللي انت عايزه. ناصر مش هيستارت، لا انا عايز ده، ما ده اللي انت عايزه. ايوه بتقول ايه؟ انت بتقول ايه ايفن لو ده مش هيحصل؟ لا 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 انا بقول لك ده هيحصل. ناصر مش هيلعب بالنسبه لي انا كوضع خطط لصلاح، اسيب ناصر الشوط الثاني. هاجي اقول لك نفسيه، انا مش مصطفى بجادلك، شلبي انا برخم على السؤال. هاجي اقول لك مناصر منتخب مصر وكابتن حسام حسن واخده، اكيد تاثيره في الملعب بيفرق، وما ينفعش يخرج لعيب بره كبير. 11. لا مش حاسس، ما ينفعش يخرج بره، ده شيك قاعد بره. لا مش كده، ده بجد لعيب كبير ناصر على فكره جدا. طبعا وحلوله كتير قوي، يوصلك بجون في لمسه طبعا طبيعي مش مشكله. بس انا عايز ايه؟
انا هدفي انا ككوتش عازم الماتش، ما انت عندك المنافس برضو بيلعب على التفاصيل، لما يبقى موجود ناصر كابتن عبد الله و و و و و وعندك شحاته ودونجا، طب ناحيه الوينج الليفت هتفتح تخلي هاني يهاجم بقى اكتر؟ ده انا عندي مشكله يعني لحد ما لسه ما استقرتش على الباك ليفت، فليه ما اسيب شلبي كده كده بيتعمل له حساب، الجزيري طبعا عارف انك طبعا بيتعمل الجزيري كده ما تقلقش عليه في الماتشات الجامده ده ما فيش اختلاف. شلبي بيتعمل ماتش النادي الاهلي بالذات بيتعمل له حساب بجد. ممكن هاني بيبقى شويه مد اهتمام يقف طبعا. شلبي عنده بصراحه، بس هو هيخش يعني يخش ويطلع يخش ويطلع، بس في الماتشات الكبيره هيظهر. الاصابات برضه اثرت عليه الفتره طبعا كاصابه فاهم. فواسيب معاك حلول، كابتن شيكا، ناصر ماهر، ناصر منسي، في حلول، وزيزو قدام حل والجزيره حل، هنا التفاصيل. يبقى انا ابدا بصبحي، عمر جابر، مسلوسي، حسام عبد المجيد، بن تايك، دونجا، شحاته يمين، كابتن عبد الله شمال، زيزو، الجزيري، مصطفى شلبي. اسلحتك هغششك شويه واقول لك عندنا بره صفقات جديده، كونراد، عندنا عمر فرج، عندنا سيدي ناداي، عندنا صفقات قديمه موجوده ولاعبتنا طبعا على راسهم كابتن شيكابالا اللي مليون المية هيبقى ليه دور، عندنا ناصر ماهر، عندنا مش عايز انسى حد في القايمه، ولكن في اكتر من لعيب عندنا كده جبت لك ابرزهم اللي ممكن نعتمد عليهم، سامسون اكينولا موجود، ناصر منسي موجود. كابتن صلاح سليمان ايه اسلحته في المباراه دي على حسب المباراه؟ انا اسلحتي في الماتش ده بالناس اللي موجوده بره، انا لا، انا بالنسبه لي الدكه بتعمل لما دكتك تبقى فيها حلول كتير وعندك لعيبه مؤثره ولعيبه كبيره تبقى بره على الدكه. سلاح كبير قوي، هو مش سلاح واحد، انت بتتكلم في كابتن شيكا ومش لاج، ده مش طبيعي برضه على فكره، ممكن نشوفه في مباراه ده اكيد مليون في الميه. دقيقه كام مثلا؟ 70 على حسب سير المباراه ولا كده؟ لا هينزل دقيقه 70 يعني ان شاء الله متقدمين ان شاء الله. لا او 10 متعادلين يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله موجود هيعمل حاجه ان شاء الله بجد. فالتفاصيل دي كلها ان عندك الحلول. ناصر برضو لما ينزل بالفتنس بتاعه كامل وانت الفرقه الثانيه عامله مجهود هيبقى حلوله اكتر، هيبقى الاداء بتاعه الحركي والرشاقه والمرونه والريتم هيبقى اسرع من الناس الموجوده، يعني هبان هيبان الكواليتي بتاعه والمهارات بتاعته. خلاص ما المنافس بتاعك قل بدنيا، هي اهم حاجه في الكره الحديثه انك يبقى عندك البدن عالي قوي وانك بتعرف تلعب ما بين الخطوط وبتلعب وبتشوط وبتباصي ايه الكور الصغيره، انك بتعمل بول بوزيشن بطريقه كويسه. فانت الناحيه البدنيه انك تقل وتستغل بقى الامكانيات اللي عندك على الدكه، لا عندك حلول وتقدر تغير من شكل الماتش ده بجد. اسلحه كبيره قوي غير اللي في الملعب، انت بتتكلم على الاسلحه اللي بره، لا غير اللي في الملعب، لا عندك لا كتير، عندك حلول كتير قوي في الملعب. زيزو حل، بس انا بستغرب قوي حس انه بيتضرب، يعني الماتشين اللي هو موجودين اللي لعبناهم بيتضرب فهم بتعور، والدخلات في انكل من ورا اكيلس في حاجات غريبه بصراحه، ولا انا اللي بتهيألي اسالك يعني انا ما بتطرقش الحته دي ولا انا بجد، بس هي بتبقى غريبه شويه ان هي مرتين مش عارف، اصل مرتين يا مينا غريب ان مرتين وفي نفس المو... يعني انا يعني ساعات بحس ان المدرسه قديمه، لكن هل ساعات المدرسه دي تبقى موجوده ان انا السوبر ستار ممكن اديله بجد عشان ما اظلمش، بس انا اتفاجئت، انا ركزت لا ده بنفس الخطة والاثنين بالستانس بتاع الجزمه في اكيلس من ورا بالانكل ايه كمان واحده كانت انا فاكرها في الماتش اللي كسبناه كانت انفراد ايوه يعني هو رايح يجيب انا ما اعرفش حتى الحكم يعني رامي ربيعه فاكرها الكوره ايوه فاكرها طبعا. فايه انا ما اجزمش ان يبقى حد قاصد، بس استغربت ان زيزو اللي هو كان احسن لعيب في مصر الثلاث سنين والحل بالريتم طبعا في اسماء كبيره موجوده في النادي، وزيزو بيلعب من خلال المنظومه، بس طبعا بيبان